نقطة واحدة من قلب العاصمة الرباط بعد تعادل أمام الفتح الرياضي لن تكون كافية للوداد الرياضي في مهمة البحث عن الوصول إلى قمة الترتيب العامة، خصوصا وأن المراحل القادمة ستكون شاقة ومضنية، وهو الذي جرب كل الوصفات ولم ينجح في تحقيق الفوز. ليست لدي أي فكرة عن كرة القدم المغربية، لم أشاهد الكثير من المباريات، وهذا يعني أنني لست الأجدر بالحديث عن المستوى التقني لكرة القدم المغربية. نقطة واحدة بميدانه في غياب جماهيره وفي حضور بارز للإصرار والإرادة للخروج من المباراة بأقل الخسائر. دخل الفتح الرياضي مواجهته للوداد وهو صاحب امتياز الصدارة وبفارق 8 نقاط عن أقرب مطارديه، لكنه فشل في تأكيد قوة شخصيته. الآن فهم اللاعبين كلهم في واحد النضج اللي تيخول لهم أنهم يتحكموا في مجريات المباراة، لان احنا لحد الان باقي ما تنستطيعوش اننا نتحكموا في الايقاع ديال المباراه وفي مجريات المباراه. هذا هو اللي تيخلينا مازال ما وصلناش لهذيك الشخصيه ديال الفريق اللي يقدر انه يطمح انه ينافس على البطوله. ببرودة الطقس جسدت المباراه على ارض الواقع بمحاولات ضعيفه وضائعه. بعدها الوداد يضغط بقوة، أبرز محاولة كادت أن تحبس الأنفاس بعد انسلال جيد للاعب جواد إيسن الذي أربكه خروج الحارس عصام بدة فضيع الهدف بسنتيمترات قليلة. الوداد استمر في الضغط وحرم الفتح امتياز امتلاك الكرة ليكتفي الأخير بهجمات مضادة فشلت في اختراق دفاع الوداد، وحول أنظار مهاجمي الفتح نحو اقتناص ضربة جزاء، لكن اللاعب بدر الكشاني لم يحصل سوى على بطاقة صفراء. الوداد الرياضي حاول إنقاذ فرصه في التعويض والتسجيل، لكن نقص الطراوة البدنية وتسرع المهاجمين حكم على الشوط الأول أن ينتهي بالتعادل 0 لمثله. بعد الاستراحة الشوط الثاني كان للفتح الرياضي النصيب الأوفر من الهجمات، حاول من خلالها إبراهيم البحري ومعه بدر الكشاني البحث عن أي وسيلة لبلوغ مرمى الحارس نادر المياغري. بعدها الكرة ظلت حبيسة وسط الميدان وفي غياب أي نوايا هجومية. إيقاع الشوط الثاني كان بطيئا جدا، رفع معه القناع عن بعض اللاعبين الذين ظهروا مجرد غائبين. باقي أطوار المباراة لم تشهد أي جديد لتنتهي بتعادل عادل في واقعه خاسر في مضمونه 0 لمثله. ما كانش هناك تخوف بقدر ما كان هناك واحد التعامل مع المباراة بشكل خاص. تنظن بأن فريق الوداد فريق ماشي سهل، تنظن بأن المباراة السابقة ولا اليوم فهو منظم بشكل جيد. الفريق ديالنا باقي ما خداش الإيقاع ديالو ديال التباري، خاصة أن مجموعة ديال اللاعبين اللي يلا رجعوا من إصابة، وكاين لاعبين اللي باقي ما خداوش الإيقاع. كان احتياطات من المدرب أننا نكونوا نركزوا على الكرة الثابتة، حيت فريق الوداد البيضاوي فالكرة الثابتة قوية جدا، واستطعنا أننا نكونوا مركزين بشكل جيد. كنا الأكثر هيمنة في الشوط الأول لكننا فشلنا في تسجيل الأهداف. خلال الشوط الثاني خلقنا بعض التوازن لكننا واجهنا خصما قويا صعب مهمتنا أكثر. التعادل لم يكن في صالح الفتح الرياضي رغم احتفاظه بالصدارة بعد أن تقلص الفارق بينه وبين مطارديه إلى 6 نقاط، فيما الوداد الرياضي فشل في استغلال فرصة أخرى للمنافسة على لقب البطولة.